بيان الاتحاد العام للمنظمات أسر شهداء ومفقودين 17 فبراير بخصوص المسودة الخامسة الصادرة عن البعثة الأمم المتحدة للأستاذ علي جعراني، فليتفضلي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيان الاتحاد الليبي العام لمنظمات أسر شهداء ومفقودي ثورة 17 من فبراير بخصوص المسودة الخامسة الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة، في الوقت الذي نحيي فيه كافة الجهود المبذولة في سبيل إنجاح التفاوض الوطني برعاية الأمم المتحدة، وذلك للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها بلادنا الحبيبة وحقنا لدماء أبناء الشعب الليبي، فإن الاتحاد الليبي العام لمنظمات أسر شهداء ومفقودي ثورة 17 من فبراير الممثل لعدد من روابط أسر الشهداء والمفقودين بليبيا يورد الملاحظات التالية على المسودة الخامسة الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة. أولاً، المسودة تؤكد أن مجلس النواب المنحل هو السلطة التشريعية الوحيدة بليبيا، وهذا يلغي حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بخصوص انتخاب مجلس النواب سنة 2014 ميلادي، الأمر الذي قد يجعل من الأحكام الصادرة أو التي ستصدر بخصوص الذين أجرموا في حق أبنائنا الشهداء والمفقودين مطعون فيها أو ملغاه. ثانياً، المسودة لم تشر إلى ضرورة التزام حكومة الوفاق الوطني تنفيذ القرارات والقوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه، الأمر الذي قد يترتب عنه إلغاء القانون رقم 1 الصادر عن المؤتمر الوطني العام لسنة 2014 ميلادي، وبالتالي إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015 ميلادي بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين. ثالثاً، المسودة لم تشر إلى إلغاء قرارات مجلس النواب، خاصة تلك التي بموجبها تم قصف بعض المدن الليبية من قبل دول إقليمية، مما ترتب عنه استشهاد عدد كبير من أبناء الشعب الليبي، إضافة إلى انتهاك السيادة الليبية. رابعاً، المسودة لم تشر إلى إقصاء ومعاقبة المجرم خليفة حفتر الأمريكي الجنسية The American Citizen. Again, American Citizen. He is an American Citizen. كذلك زبانيته من تولي المناصب بالدولة الليبية. أولئك الأوغاد الذين يمارسون القمع والإرهاب على أبنائنا في كل من درنا وبنغازي ويرمونهم بالبراميل المتفجرة على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة التي تزعم أنها ترعى الحوار الليبي. خامساً، المسودة تتضمن 6 ملاحق لم تنشر لمعرفة محتواها. سادساً، المسودة تضع ليبيا تحت الوصاية الدولية بعد نيل استقلالها، الأمر الذي يجعل من تضحيات الأجداد والأحفاد هباء منثورا. للملاحظات سالفة الذكر وغيرها من الملاحظات التي لا يسع المجال لذكرها في هذا البيان، فإن الاتحاد الليبي العام لمنظمات أسر الشهداء ومفقودي ثورة 17 من فبراير الممثل لأسر الشهداء والمفقودين في المدن الليبية والذين قدموا أبنائهم قرباناً لحرية الشعب الليبي وعزته، يأملون من كافة الشرفاء من شرق البلاد وغربها شمالها وجنوبها رفض ما جاء في المسودة من وصاية على الشعب الليبي، كما يطالب اتحاد أسر الشهداء والمفقودين أطراف الحوار الليبي دون إقصاء لأي طرف ليبي شريف سواء كان في الداخل أو بالخارج، وذلك إلى الجلوس معاً دون وساطة الأمم المتحدة وداخل التراب الليبي لحل كل المشاكل العالقة بينهم قبل أن يضيع الوطن ويقسم كما يريد الأعداء. كما يطالب أعضاء الاتحاد كل من المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني ضرورة محاكمة كافة الأطراف الليبية التي خرجت عن حكم المحكمة الدستورية وكذلك عن القانون 59 المنظم لعمل الإدارة المحلية بليبيا. عاشت ليبيا حرة أبية، المجد والخلود للشهداء الأبرار. الاتحاد الليبي العام لمنظمات أسر الشهداء ومفقودي ثورة 17 من فبراير صدر في طرابلس بتاريخ 27 من شهر رمضان للعام 1436 هجرية الموافق للرابع عشر من شهر يوليو لسنة 2015 ميلادية. الله أكبر، الله أكبر. شهداء شهداء والعمداء البلدية لا والتوقيع لا لا والخيانة لا لا والخيانة لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان تجمع ساحات الثورة بخصوص توقيع مسودة اتفاق صخيرات. إن الجموع التي اجتمعت اليوم أمام مقر رئاسة الحكومة إنما تحركت للوقوف في وجه المؤامرة التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة اليون
ويشارك فيها عدد من الليبيين بحضورهم وشهودهم وتوقيعهم لمهزلة مسودة اتفاق صخيرات. هذه المشاركة التي تتنافى مع أبجديات تأسيس دولة القانون والمؤسسات وتهدد كيان الدولة للفتن والحروب في غياب كامل للسلطة الشرعية في البلاد المتمثلة في المؤتمر الوطني العام، مع أن أغلب من حضر ذلك المشهد المشؤوم قد ورث صفته التي حضر بها بقانون صدر عن المؤتمر الوطني ويعمل تحت حكومة شكلها ويشرف عليها المؤتمر الوطني العام، فكان حضورهم بمثابة المروق، مرقوا من الحق والشرعية كما يمرق السهم من الرمية. وإننا نعلنها من هذا الموقف أن من ذهب للصخيرات ووقع تلك الاتفاقية أو شهد على توقيعها إنما يمثل نفسه ومصالحه ولا يمثل الوطن وأبناءه. بناء على ذلك فإننا نطالب بعزل كل من شارك في هذه المهزلة، بعزل كل من شارك في هذه المهزلة من مناصبهم بما في ذلك العمداء وأعضاء المجالس البلدية الذين خالفوا القانون الذي انتخبهم الليبيون على أساسه وارتكبوا سابقة تاريخية في اختراق المسؤول الليبي للقانون والعمل بما يتعارض معها ويسقط هيبتها. ولذلك فإننا نطالب من الحكومة ووزارة الحكم المحلي ودائرة القضاء الإداري ومكتب النائب العام أن يصدروا مذكرات توقيف في حق من شارك منهم في هذه المهزلة لمخالفتهم لصريح القانون الليبي وارتكابهم مخالفات للمجالس البلدية. وكذلك الأمر بالنسبة لرؤساء وأعضاء الأحزاب المشاركة في مهزلة التوقيع، فإننا ندعو كل الليبيين إلى مقاطعة هذه الأحزاب وإسقاطها ومحاسبتها على ما جنته على وحدة الوطن وسيادته، كما إننا نطالب الجهات القضائية بملاحقة كل من شارك في هذه الجريمة النكراء التي تهدم أساس المؤسسة القضائية وتمتنع عن تنفيذ أحكامها، وهو ما يعد جرماً يعاقب عليه القانون الليبي. حفظ الله ليبيا وحقق الله أمنها واستقرارها وحفظ سيادتها ووحدتها. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة الوزراء طرابلس الثلاثاء 27 رمضان 1426 هجرية 1436 هجرية الموافق 14 يوليو 2015. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهداء شهداء والتوقيع لا لا دم الشهداء ما يمشيش هباء دم الشهداء ما يمشيش هباء دم الشهداء ما يمشيش هباء أقسمنا يمينا لن نقهر 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 وكتاب الله بأيدينا 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 نقتحم اليابس والأخضر نقتحم اليابس والأخضر نقتحم اليابس والأخضر نقتحم اليابس والأخضر
اليابس والأخضر. نقتحم اليابس والأخضر. نقتحم اليابس والأخضر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. في سبيل الله نمضي. في سبيل الله نمضي. في سبيل الله نمضي. في سبيل الله نمضي. نبتغي رفع اللواء. نبتغي رفع اللواء. نبتغي رفع اللواء. نبتغي رفع اللواء. لا لدنيا قد عملنا. لا لدنيا قد عملنا. لا لحزب قد عملنا. لا لحزب قد عملنا. نحن للدين فداء. نحن للدين فداء. نحن للوطن فداء. نحن للوطن فداء. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. دم الشهداء ما يمشيش هباء. دم الشهداء ما يمشيش هباء. دم الشهداء ما يمشيش هباء. دم الشهداء يا دوار ما يمشيش هباء. وخط النار يا دوار يا دوار. السياسة وخط النار يا دوار يا دوار. السياسة وخط النار يا دوار يا دوار. السياسة وخط النار لا تحارب لا إخوان. ليبيا هي عنوان. لا تحارب لا إخوان. ليبيا هي عنوان. لا تحارب لا إخوان. ليبيا هي العنوان. لا تحارب لا إخوان. ليبيا هي العنوان. لا تحارب لا إخوان. ليبيا هي العنوان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نداء إلى الشرفاء في مذكرة من جبهة الصمود وتنسيقية العزل السياسي والهيئة العليا للعمل من أجل ليبيا والحراك الوطني لتصحيح المسار وتجمع الميادين والساحات ومجالس الحكماء والأعيان وبعض مؤسسات المجتمع المدني. السادة المحترمون رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، تحية طيبة. وبعد، في الوقت الذي نقدر فيه جهودكم من أجل إنقاذ ليبيا ونثمن فيه مواقفكم من أجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان، فإننا نشاطركم الرأي ونبدي امتعاضنا واستنكارنا الشديدين لمواقف من سارعوا إلى الاستجابة لدعوة التوقيع المخزي بالأحرف الأولى على المسودة المخزية التي يعمل اللص إليون ورفاقه في التآمر من أجل تسليم دفة قيادة ليبيا لأعداء فبراير وذيول النظام المنهزم. إننا نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم تجاه شعبكم وبلدكم وثورتكم ودماء شهدائكم والأخذ بحزم وقوة على أيدي كل من يريد العبث بمستقبل الوطن وعلى رأسهم إن صح التعبير بتسميتهم عمداء البلديات المهرولين الذين تركوا القيام بواجباتهم الخدمية واستجابوا لنداء الخيانة والعمالة وتجاوزوا الخدمية إلى الدخول في الشأن السياسي وسمحوا لأنفسهم أن يتكلموا باسم الأغلبية بلا تكليف شرعي، في حين أنهم حفنة من الطامعين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. عليه نطالبكم
وبقوة الحق والقانون وبحق دماء الشهداء وآهات الثكالى ودموع الأرامل والأيتام. نطالبكم بمحاسبة هؤلاء الصعاليك الخمسة، نطالبكم بمحاسبة هؤلاء الصعاليك الخمسة وكل من ذهب معهم بغير تكليف، الذين شاركوا في مهزلة التوقيع على مسودة اليوم وإحالتهم إلى التحقيق واعتبار أن دماء الشهداء خندقاً أحمر يستوعب لدفن كل الانهزاميين والعملاء والخونة، وتبقى ليبيا راية مرفوعة محفوظة بأمر الله، والله أكبر. وعاشت ليبيا حرة مستقلة، حرر في طرابلس الثلاثاء 27 من شهر رمضان المبارك 36 بعد 400,000 هجريا الموافق 14 من يوليو 2015 ميلادي. حفظ الله ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر شعار نرفعه فيرفعنا، الله أكبر شعار ثورتنا وسر نصرتنا. كبروا وليصل تكبيركم عنان السماء، فبالتكبير نهزم الخبتاء، والتكبير هز عروش الطغاة. باسمي وباسم حرائر ليبيا، باسم حرائر ليبيا، نعلن في وقفتنا اليوم استنكارنا وتنديدنا عن توقيع المسودة التي رفضناها جملة وتفصيلا، وعبرنا عن رفضنا بذلك في الميادين والساحات. هذه المسودة نراها لا تحترم تضحيات ومعاناة الشعب الليبي وأحلامه وتطلعاته، وتستخف بها نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، ولا تقدس دماء الشهداء. ونطالب مؤتمرنا الوطني، ممثلنا الشرعي الوحيد بحكم محكمتنا، محاكمة هؤلاء الذين وقعوا على المسودة وإقالتهم ومحاسبتهم. وعاشت ليبيا حرة أبية مستقلة موحدة، والله أكبر ولله الحمد.